لا هذا من البدع، هذا من البدع. يقول يجتمع القوم فسواء عند القبر أو في مكان العزاء فيقرؤون الفاتحة ويقولون إهداء ثوابها للميت. خلاف أهل العلم في إهداء ثواب الأعمال. الأعمال نوعان، أعمال مالية وأعمال بدنية. الأعمال المالية تنفع الميت بإجماع أهل العلم كما نقل ذلك ابن المبارك، الأعمال المالية الصدقة عن الميت أنها تنفعه، بدليل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمي انفلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عن أمك. فالصدقة تنفع الميت. لكن الأعمال البدنية يعني أصلي ركعتين من غير الفريضة نافلة وقل اللهم اجعل ثوابها لفلان الميت، أو أقرأ القرآن كله أو جزءا أو صفحة أو آية وقل اللهم اجعل ثوابها لفلان، أو أسبح تسبيحات مثلا وقل اللهم اجعل ثوابها لفلان، هذا الجمهور أكثر أهل العلم أنه ينفع الميت، يصل إلى الميت ثوابها. الإمام الشافعي عنده أنه لا ينفع الميت الأعمال البدنية، والصحيح أنه ينفع الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي لم يحج، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فأذن له أن يحج عن شبرمة. فأخذ أهل العلم أنه يجوز إهداء الأعمال البدنية للميت، وهذا الذي عليه أكثر العلم فينتفع الميت. لكن الطريقة التي ذكرها وهي أن يجتمع عند القبر أو يجتمع في مجلس العزاء يلا يقرأ الفاتحة الميت، هذه بدعة. أما الشخص من نفسه بدون ما يطلع الناس من نفسه هكذا يقرأ الفاتحة يقول اللهم اجعل ثوابها لفلان، ولا يتقصد القبر ليقرأ الفاتحة، وإنما في أي مكان، فهذا إن شاء الله تعالى ينفع الميت.